يوم 26 أغسطس سنة 2009 راح ضابط اسمه توتسترود للشغل بتاعه زي كل يوم، وبسبب خبرته اتكلف بمهمة اختفاء بنت اسمها جيسي دوغارد اللي اختفت وهي راحة تركب اتوبيس المدرسة بتاعها، ومن يومها ومحدش شافها ولا عارف مكانها. وايه سر الاختفاء ده؟ جيسي لي دوغارد طفلة أمريكية اتولدت في شهر 5 سنة 1980 واتخطفت يوم 10 يونيو 1991 وهي كانت رايحة المدرسة من بيتها اللي كان في جنوب بحيرة تاهو بكاليفورنيا، وكان عندها في الوقت ده 11 سنة. وبعد 18 سنة ظهرت جيسي من الاختطاف. بعدها ويوم 26 أغسطس 2009 اتقبض على اللي كان خاطفها، وفي خلال فترة الخطف خلفت بنتين، وكانت أول بنت خلفتها وهي كان عندها 13 سنة. وهي راحة للمدرسة المدرسة وقفت عربية فيها راجل ومراته، وقتها جيسي فكرت انهم محتاجين مساعدة وراحت علشان تساعدهم، بس المفاجأة ان الراجل طلع معاه صاعق كهربي وكهربا لحد ما فقدت الوعي وبعد كده خطفوها. واللي شافهم وقت الخطف جوز امها وطلع يجري علشان ينقذها، بس للأسف ملحقهاش. وبعد ساعات قليلة من خطفها الخبر انتشر في كل القنوات العالمية والمحلية، وساعتها مكتب التحقيقات الفيدرالي كلف فريق بحث على أعلى مستوى للبحث عنها، وكان الفريق مكون من كلاب مدربة على أعلى مستوى وطائرات وأكتر من 100 شخص، ولكن ما قدروش يوصلوا لأي دليل يوصلهم للخاطف. واللي خطفها كان اسمه فليب جريدو، وهو مجرم ومسجل خطر لارتكابه العديد من جرائم الاعتداء الجنسي. وفي سنة 1972 اتقبض عليه بتهمة تخدير واغتصاب بنت عندها 14 سنة، ولكن طلع براءة بعد ما البنت خافت تقول ان هو اللي عمل فيها كده. وفي سنة 1976 خطف بنت عندها 25 سنة واغتصبها في حتة مهجورة، والمرة دي اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن لمدة 50 سنة بتهمة الاختطاف والاعتداء الجنسي، ومع ذلك اتسجن 11 سنة بس. وبعدها اتجوز زميلته في السجن وكان اسمها نانسي بوكانجار. وفي سنة 1988 خرج من السجن، وبعدها راح بلد قريبة من ساكرامنتو وكان قريب من كان بيت جيسي، وبعدها عمل مطبعة صغيرة علشان يشيل المراقبة من عليه. وبعد 3 سنين من خروجه من السجن خطف جيسي، وبعد كده راح على البيت بتاعه وحطها في أوضة ورا البيت منعزل عن البيت، وكان مجهز الأوضة بجدران مضاد للصوت وربط ايديها ورجليها قبل ما يمشي ويقفل الأوضة عليها. وفي اليوم التاني راح عندها واغتصبها وهي مربوطة وسابها ومشي، وقبل ما يمشي وخوفها وقال لها في كلاب بره لو حاولت انك تهرب الكلاب هيهجموا عليكي. وفي الفترة دي الوحيد اللي كانت بتشوفه هو فليب اللي كان خطفها، وبعد شهر ونص نقلها الأوضة أكبر وجاب لها سرير، ولكن فضل رابطها ومفكهاش إلا بعد 3 سنين. وكان بيقول إن الملائكة هي اللي سمحت له إنه يخطف جيسي علشان هي الوحيدة اللي تقدر تساعده في مشكلته الجنسية، وكان فاكر نفسه إن عبده مختار من الله. وكل مرة كانت جيسي بترفض تطيعه كان بيهددها إنه يبيعها الناس تحطها في قفص، وكانت مراته كمان بتهتم بجيسي وكانت في نفس الوقت بتستغلها، وفي أوقات كانت بتضربها بعنف علشان كانت دايما تعتقد إن جيسي هي السبب في مشاكلها مع جوزها. وفي شهر 4 سنة 1990 فيليب ومراته قالوا لها انها حامل، وكان وقتها عندها 13 سنة. وبعدها بدأت تتابع برامج في التلفزيون علشان تعرف هتولد ازاي، وبعد فترة ولدت جيسي اول طفلة ليها وبنتها التانية في نوفمبر سنة 1997. والشرطة في الوقت ده زارت بيت الخاطف مرتين علشان تفتشه، وما خدوش بالهم ان في ورا البيت اوضة منعزلة بس الاشجار كانت مغطية عليها. وقتها بدأت جيسي تاخد على الوضع وبدأت تعتبر نفسها جزء من عائلة فيليب بعد ما غسلوا دماغها. وبعدها بدأ يزورها للناس وهي ما كانتش قادرة تطلب المساعدة من حد علشان كانت خايفة من فيليب ومراته، وكانت فاكرة ان اللي هي فيه ده حاجة عادية ومحدش هيهتم. وفي سنة 2009 فيليب كان بيدي محاضرة في جامعة كاليفورنيا عن طريقة العلاج من الانحراف الجنسي وإدمان المخدرات، بعد ما أقنع المسؤولين انه نجح في معالجة نفسه لوحده وخد معاه بناته الاتنين. وكان في شرطية حاضرة اسمها آلي جيباكسون من مكتب التحقيقات الفيدرالي، واللي لاحظت التغير اللي كان موجود على وش بناته زي ما يكون ما تعرضوش لشمس من فترة، وكمان لاحظت في تصرفاتهم بحاجة غريبة، وكانت عارفة انه مسجل خطر وانه عمل جرائم خطف واغتصاب قبل كده، وساعتها حست بحاجة غريبة وبدأت تشك فيه، وعلى طول اتواصلت مع المسؤولين في المكتب الفيدرالي وقدمت تقرير بالمحاضرة وعن معاملته السيئة لبناته. وساعتها الشرطة راحت على بيت فيليب علشان تفتشه تاني، وبعد ما دخلوا لقوه مع مراته وامه والبنتين مش موجودين. ساعتها الشرطة خدته معاه علشان يحققوا معاه، وبعد التحقيقات رجع للبيت تاني وقالوا له ان لازم يروح لهم تاني يوم ومعاه تقرير لسبب زيارته لجامعة كاليفورنيا وليه عمل المحاضرة والبنتين اللي كانوا معاه. وتاني يوم راح فيليب للشرطة ومعاه مراته وبناته الاتنين
الاثنين، وجيس اللي قال عليها قدام الشرطة ان اسمها إليس. بعدها الشرطة حققت مع كل واحد لوحده على انفراد، واثناء التحقيقات كانت جيسي مصرة على ان اسمها إليس وان فليب راجل طيب وان حاول ينقذها من جوزها اللي اعتدى عليها. وبعدها الشرطة استجوبت فليب لوحده وقال وقتها ان إليس والبنتين اللي معاها من قرايبه، ولكن بعد التحقيقات الشديدة اعترف ان خطف جيسي وهي صغيرة. وبعدها اكتشفوا ان جيسي بتعاني من مرض متلازمة ستوكهولام، وهو حالة نفسية بتيجي لما حد بيتعاطف مع حد اتعامل معاه بطريقة سيئة، وده السبب اللي خلاها تنسى الإساءة بتاعته ليها. وبعد كده اتحكم عليه ب 104 سنة سجن، وعلى زوجته نانسي ب 36 سنة سجن. وفي سنة 2018 قدمت ولاية كاليفورنيا تعويض 20 مليون دولار لجيسي اللي ألفت كتاب عن سيرتها وحياتها وقت اختطافها، والتعويض ده كجزء من العلاج النفسي. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك في القناة، وقولونا في التعليقات عاوزين نتكلم عن ايه.